احنا كنتواجدوا اليوم بهذا المكان الجميل دار الثقافه المعارف من اجل عقد الجمع العام العادي السنوي 2023-2024 للنادي الجامعي البيضاوي طبقا للقوانين والانظمه الجريمه للعمل. هذا الجمع العام العادي فهو فرصه ومناسبه من اجل تلاوه التقريرين الادبي والمالي برسم هذا الموسم الرياضي، وايضا من اجل عرض برنامج الرياضي السنوي لموسم القادم. اذا بخصوص النادي الجامعي البيضاوي فهو فريق عريق، نادي عريق عرف منذ سنوات السبعينات بكرة اليد، حيث كان يسيطر على المنافسات الرياضية في كرة اليد سواء وطنيا عربيا وقاريا، وكانت عنده بعض المشاركات الدولية. في نهاية السبعينات تم خلق فرع للتزحلق ورياضة الجبل. ملي كنقولوا تزحلق ورياضة الجبل كنقولوا تزحلق الألبي، كنقولوا التسلق أي الاسكالات سبورتيف، كنقولوا سكي دفون، كنقولوا لي رولير سكي. دونك هاد الأنشطة الرياضية اللي صراحة رغم البعد المدينة الدار البيضاء على المناطق الجبلية، فمؤخرا ارتأينا كنادي منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لتزحلق ورياضة الجبل، ارتأينا اهتمام أكثر بتسلق الرياضي على الحائط الاصطناعي وايضا على لي رولير سكي لهذ النشاطين الرياضيين وهذ الرياضتين الاولمبيتين، فهما كيتمارسوا في المدينه اي داخل سواء داخل القاعه، ولي رولير سكي كيتمارس في الطريق. اذا بالنسبه لهذ الرياضات كما سبق لي قلت فهما رياضات اولمبيه، يعني ان كنقولوا بانه تزحلق الالبي او سكي دفون او بعض انواع التزلج كسنوبورد وكالقفز ب يعني لو سو اسكي، فهما رياضات كتمكن المغرب من اجل المشاركه في الالعاب الاولمبيه الشتويه. كتعرفوا بانه كاين العاب اولمبيه صيفيه وكاينين العاب اولمبيه شتويه، فالجامعه الوحيده أو الأنشطة الرياضية الوحيدة الممثلة في الألعاب الأولمبية الشتوية هي الجامعة الملكية المغربية لتزحلق ورياضة الجبل. إذن باش نرجعوا اليوم هذا اليوم فهو فرصة من أجل لقاء أعضاء المكتب المديري، لقاء بعض المنخرطين من أجل وضع خطة مخطط استراتيجي للنهوض بالممارسة الرياضية رغم العوائق والمشاكل التي تصادف عمل النادي كغياب معدات، غياب تجهيزات، غياب الإمكانيات وغياب الدعم، لأنه هذه الرياضات فهي كتحتاج بتأكيد كتحتاج إلى معدات، كتحتاج إلى تجهيزات باهظة الثمن. فكنحاولوا ما أمكن أننا نتعاونوا مع الجامعة الملكية المغربية لتزحلق كرة الجبل في هذا الشأن من أجل إيجاد حلول مناسبة وتنمية ونشر هذه الرياضة سواء في عبر ممارسين دول النادي او سواء بالبحث عن باقي الممارسين في الاوساط خصوصا الاوساط المدرسيه. وفي هذا الصدد فغنحاولوا نديروا شراكه مع بعض المؤسسات التعليميه التابعه للاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بجهه الدار البيضاء ستات للتعريف بانشطه النادي الرياضي الجامعي البيضاوي في خصوص هذا الشان.